وين صار السيارة؟ نعم. صف صفة سليمة وما تجيبش لأهلك الشتيمة. نايم يا زلمة، اطلع مع الإشارة هاي خضرة. ايه هذا نايم يا زلمة، اطلع. ما تزمرش وتعمل جريمة وما تجيبش لأهلك الشتيمة. حرك يا زلمة، ما هو فيش غماز. سوق سواقة سليمة وما تجيبش لأهلك الشتيمة. ما ترقصش رقصة غريبة وما تجيبش لأهلك الشتيمة. مرحبا، معكم أبو الغور. اليوم موضوعنا عن السواقة. طبعا إحنا البلد الوحيد اللي في العالم اللي إيدنا الشمال رقيب سير، هو والله معلم، وقطالع وقطلع فينا، وإيدنا اليمين شيخ عشيرة. حقك على راسي معلم يا حبيبي، بس خمس. وإحنا الوحيدين اللي بنستغل اللي جنب السايق اللي هو مساعد طيار. هو بالله يا حبيبك، بس مد ايدك افتحنا على اليمين، خلنا نطلع شوف ان الضغط برا كيف والهواء وهاي الحركات. نحكي عن الدوار او المعركة اللي بس تفوت ولازم تلف السيارة بجنزير. كل انواع الناس فيه، عندك اللي بفوت بنطنط في البريك، وعندك المرأة لا تحكوا لي حقوق مرأة ولا مساواة، لانها عادي اذا لفت الدوار 70 مرة وهي خايفة هيك. ولا بيجيك هذا على الدوار اللي مش سائل، معلم وسعنا يا معلم يا وسعنا، هذا بيخبط سيارته. ولا اللاعب القادم من الخلف اللي بتدرب سواقة بيجيبه يا زلمة، فيش مكان في عمان في الأردن غير تجيبه على الدوار، مشكلة بالآخر بيطلع مش هو اللي سايق ولا هو ماسك الستيرنج. ولا الأزمة على 7 في أزمة، وعلى 7:30 في أزمة، وعلى 8 في أزمة، اللي بيزلطني على 11 الظهر في طب ما الكل بشغله، وين الأزمة اللي 11 الظهر؟ طبعا المساء أكيد في أزمة انسى، والحلو فيها الأزمة كل يوم نفس الأشكال. الله يسامحه على يميني دائما بسمع هاني شاكر متدمر، ولا اللي على شمالي ولا عمرها طلعت إلا ناسي تحط الكحلة، بتحط عمرات السيارة الصبح. طبعا شو جابرني أشوف هالمنظرة. والحلو فيها بيقولوا لك جيب الجي بي اس وخش علي بالجي بي اس يا معلم، والطرق الفرعية اللي فيهاش حدا أزمة. آخر مرة جيت أطلع على الجي بي اس بحكي لي ارجع للبيت. بتعرفوا انه قمر الجي بي اس حول على نايلسات؟ احنا بالاردن 6 مليون، في المقابل في 6 مليون سيارة و7 مليون افانتي و50 مليون كيوان. طبعا الكيوان عشان نقدر نميز في بجاعد وفي بلا جاعد. هسا كل اللي بلا جاعد له طقم طوطي، في شوية تفاصيل بعدين نحكي عنها. هسا في كمان الاضاءة الداخلية لخصوصية الدب اللي بده يكون ورا اللي مكتوب عليه اي لاف يو. هسا في عندنا كمان السيفيا 2. هذا السيفيا 2 شو قصته؟ سيفيا 2 طبعا مش شايف الكيوان، والكيوان هاي الحال الوحيدة اللي ما بيزمر فيها. طبعا هسا مين بيجيك؟ ابو الافانتي بيجيك مثل اللي الكيا مليحي بس الافانتي سيارة. هذا ابو الافانتي مش شايف حدا، واذا كانت اسود ملوكي عادي اذا في جبين جنبه، جبين ورادارات وهاي القصص بطلع حرس وهاي الاشياء، وماكينة اكسسوارات. يعني هو بالله معلم بس بدي علبة هيوغو بس تجميع هيك وهاي الاشياء. حتى التجار اخر اشي سمعته بطل يروحوا على الصين، صار يروحوا على الافانتي ولا ضواوي الزنون. بدها حلقة لحالها هاي، السؤال قوي. وبالفكترا وين راحت؟ وبيجي بيقول لك قرط اكس 5 على طلوع الثغرة. طبعا ابو الاكس 5 بيكون مولع سيجارة ومعه قهوة وبيحكي تليفون، يعني مش منتبه له او مش شايفه. وبيجي بيقول لك ابو الافانتي الخيل من خيالها، يا زلمة ارحمني. ليش مش حاطة خزامك؟ واعطي غماز يا زلمة، اعطي غماز بس بلف، اعطي غماز هسه جاي تعطي غماز، دير بالك زمر اطلع، صارت خطر اطلع. ننزل بعدين حط الدين. طب قلت لك زمر له، هيا سكرت علينا. طيب شوي يلا روح زمر له خضرة صلا ساعة. هاي يا زلمة شد اجرك، خلاص وقف. قطعها حمرا، لازم تروح على الشمال. اعطي غماز.
قاعدين بنسوق خلاص بعدين قاعد بسوق خلاص يلا سلام. هو دي بركه تاكسي ايش هيك بتخطف خطف انت ليش هيك تخطف خطف يا زلمه شوي فيش هو الاولويه للي على الدوار شوي 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 والله لازم والله مضيها اول ثاني قليل مش مطلع رخصه مش مطلع رخصه ايش سوق هو على المركز سوق هذا شو صاير بدا واحد بس يفكر مشكلتك الأزمة؟ أنا اللي بحل الأزمة. اجتماع للجنة ارحميني هي عندي اجتماع 5 دقايق على الواقف عين 10 دقايق بكون بنفس المكان. آه يلا تأخريش. شو أزمة ما أزمة هاي هو ما لقاش غير شارع المدينة يمرق منه. يلا على السريع داخلين من شوارع فرعية. يلا هسه بعدين بحل قصة التكاسي والعدادات. يلا على السريع يا اخوان بدي حل مشكلة الأزمة. انذبحت أزمة 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 بدي أفكار بدي اقتراحات. تفضلوا يا اخوان لازم أحلها اليوم. أبو سمية بدي أبلش معك تفضل سيدي احكي. أنا من رأيي يا اخوان المشكلة العظمى اللي هي التكاسي. احنا بنعمل مشروع موازي لمشروع الباص أيوة. السريع كونه نجح بفضل الله مشروع التاكسي السريع. شو رأي حضراتكم؟ شو التاكسي السريع ما نجاح الباص السريع اللي بتحكي لي عنه سوالنا أزمة بإربد. شوف لو وين بإربد سوالنا أزمة. انسالي من الموضوع بداتا يعني بما أنه عنا إحنا بهالبلد الدوير والإشارات هي مركز الأزمة نشيل هالدوير والإشارات ونبني البلد كلها تسور وأنفاق زي اليابان. شوفي ورانا ما هو أول دقيقة أول إشي بدها مصاري. ثاني إشي بعد الساعة 12 بتلاقي الإشارة صار تعطيك أصفر بس لحالها. انسالي من هالموضوع بدي حلول اكتف يا اخوان. يا سيدي بلاش من السيارات خلص الناس كلها بتجيب بسكليتات منه صحة للجسم ومنه اوفر للبنزين. بسكليتات الله يسامحك ما هم بصيروا يداوموا الصبح متأخرين على الدوام ويلاهثوا ومعهم شد عضلي لحق ادوية وعلاج. انسى بدي حلول احسن من هيك يا اخوان. حل عندي. اتفضل سيدي. رقب السير. شو ماله؟ وين ما في أزمة بتلاقي رقيب سير بلا منه. شو بلا منه؟ لا اوعى انت بدك تطير اوعى لا انسى شو بدي حلول ثانية يا اخوان. ايه الو دكتور قلت لك بحلك مشكلة الأزمة هاي حلك سيدي. البلغيتس دقيقة هاي حلك سيدي. اختم باليوم حل مشكلة الأزمة مش حابين نسوي. إذا كان رقم التليفون على السيارة وهي مش للبيع أكيد أنت بالأردن. إذا نفسك يوزعوا كتالوج لتقاطع الشميساني أكيد أنت بالأردن. إذا كان السؤال قوي كل يوم شو بدنا نوكل؟ أكيد أنت بالأردن. إذا نفسك تعرف شو سبب الأزمة أكيد أنت بالأردن. إذا كان إلك ألبوم صور عن شرطة السير أكيد أنت بالأردن. إذا كل الأردن رخصت على نفس طفاية الحريق أكيد أنت بالأردن. إذا كل سيارة وسخة بنكتب عليها مشان الله اغسلني أكيد أنت بالأردن. إذا كان نفسك تعرف ليش رقيب السير بيسوي هيك أكيد أنت الوطن اللي حبيته. شوفير الهوندا اللي يتحدى مين يسابق مين يقاوم مين يضايق ومين يعاكس أجمل وحدة. شوفير الهوندا على الدوار هو الأول هو الآخر مين القدة. شوفير الهوندا يكب القهوة من الشباك يسب يلاعن يلعن بيك يلعن جدة. شوفير الهوندا يعلي الصوت وطاب الموت المستشفى حدة ما تفرق عنده. شوفير الهوندا يقطع صفرة يقطع حمرة وما يتخالف فلان عمه. شوفير الهوندا وليرحم جدك محمد سيدي وسيدك وصى للشارع حرمة روب وإهدى.
عزغول زي ما قلت لك احنا المزح لا تعيد ولا تزيد. المزح اللي بنمزحه بيننا وبين بعض مع الناس ما بزبط، يعني بتضل تحطنا مواقف زي هيك ما بزبط والله. هو مش محترم حاله. كيف مش محترم حاله؟ طيب يا زلمه طيب طيب طيب. ايه شو هذا بزنبرق؟ طلعوا مشان الله طلعوا. ايوه طلع داري عنه مين هذا؟ اطلع اطلع والله اكثر اكثر شغلتين بكرهن بحياتي الدليفري والكيا في الاردن. طب الدليفري امانه بدنا اما الكيا حرام عليك على الكيا مليحه بس الافانتي سياره. ليفت كيا بلش بلش ليفت وبائي طبعا مجرنا من افراد عن جد ينعن تبن ينعن تبن عليه ملكاش على وبائي قواس. الله بشد لك فيها ساري قواس احلى بس حبيبي بس عشان احكي لك سارية والرب راعيها. ايه راعيها والله علي براس مالها. شو تقولي راعيها براس مالها يا زلمة؟ زلمة راس حالي مش طبيعي اليوم. فاهم مش ملك شطرنج انا مخ بفكر روح يا زلمة ملك شيك. انا اسف انت بتضايق من لعبة امبارح من الشيك المدبل اللي اكلته. زلمة بتعرفش تلعب شطرنج دبل ولا فول؟ جدي وشطرنج لا فول غير فول غير حبيبي. زميلتي ترى على الفيسبوك مش مش مزبوط. ليش؟ زلمة غير الفيديو عندك على الوول غيره اذا ما اي وول. طيب شو مكبول ولا سيتي وول؟ اذا من امبارح كانت الدنيا برا سيتي عفينا مية زلمة. برا برا صار لك معي موقف بس شو طلع بالأجرة. قوي قوي. إذا شفت ناس فايدين على المستشفى معهم أجرة مقلوبة أكيد أنت بالأردن. هاي الحلقة الأولى فوق السادة صح؟ أكيد أنت بالأردن. زلمة ماله بالله عليك تعطيه رن لي عليه رن لي عليه. زلمة خلص وصلت رن لي عليه. لا حد قلت كيف لا عليه ما أوقحه 06-400-1200 صح؟ أيوة 6-9 قاري ما طاير أنا شايف شيء. طيب احكي معك. ألو يعطيك العافية. راح طن طن. شو انتو؟ كيف انت رقم هذا؟ كيتشينت؟ شو هذا؟ كيتشينت. من شو هذا؟ من ايه يعني؟ يعطيك العافية. صديقي بس انا بدي احكي لكم عن تاع الدليفري انه ما بزبط هيك يعني راح يعمل مليون حادث قبل شوي. لا الله يعني احنا منسف وسندويشات. منسف. منسف بس انت فهمت احنا يعني عشان مش عشان عشان الناس انه يعني هالمره علق معنا بس بتخاف يعمل اشي. احنا احنا شارع الملكه رانيا عماره 15 طابق الرابع وجبتين والناس سندويشات وجبتين. شكرا شكرا وان شاء الله يعني ان شاء الله شكرا شكرا لك على بس يعني خليه يدير باله على وقته. هلا مش مشكله خليه يسوي. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتابعونا على اليوتيوب وفيسبوك وتويتر وعشان تتواصلوا معنا شوفوا موقعنا فوق السادة .com. سيبك سيبك من سبسكرايب هيجي الأكل بعدنا. لا انزفرت انزفرت هيجي.